أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الشمول المالي وزيادة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص يسهم في تمكين المرأة في المنطقة. وخلال جلسة عن تمكين رائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنتدى المرأة العالمي بدبي، أشارت المشاط إلى أن المرأة تمثل نحو 21% من القوى العاملة وتسهم بنحو 18% في إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشارك في منتدى المرأة العالمي ممثلون عن 87 دولة وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.